مشاهدينا الأكارم، أكثر من 10 أسئلة يطرحها الزميل أحمد العطواني في فقرة تو شوت مع لاعب الزوراء مصطفى محمد. نتابع. مرحبا كابتن مصطفى. مرحبا أستاذ أحمد. أقرب صديق إليك في المنتخب الوطني؟ كثير من اللاعبين قريبين علي وأصدقاء، لكن أقرب شيء محمد حميد. لونك المفضل؟ أسود. شو وقت تزين شعرك؟ من أعتزل كرة القدم. ما هو اسم فريقك الشعبي؟ ما عندنا اسم، بس يعني كان اسمه، نقول مثلا المدرب على اسم المدرب كريم العيبي. هوايتك المفضلة غير كرة القدم؟ سيارات. من هو مثلك الأعلى في كرة القدم؟ حيدر محمود. أفضل مدافع يمين بتاريخ الكرة العراقية؟ كابتن حيدر محمود. موقف حزين داخل المستطيل الأخضر؟ عدم تأهلنا للدور الثاني من النهائيات آسيا الأولمبية المنتخب الأولمبي. لو لم تكن لاعبا ماذا كنت؟ أكمل دراسة وأشوف المستقبل وين يصير. ماذا يعني لك الزوراء؟ أكيد فشي مميز بحياتي وصاحبين فضل عليه. من هو الأفضل، المدرب المحلي أم الأجنبي؟ ماكو فرق المحلي أو الأجنبي، المهم أن يكون يخدم الكرة العراقية أجنبي أو محلي. لو أنطيتك مبلغ $1,000,000 راح تترك كرة القدم؟ أكيد لا. ما نسبة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على اللاعب؟ قبل كانت 100%، لكن الآن أنه صار الموضوع أكثر من اللازم فقل الاهتمام به. هتاف تعشقه من جماهير النوارس؟ كثير من الهتافات، لكن المفضلة هو ديفيد لويز. شكراً مصطفى. شكراً.